وقع السربي ميلوتين سريدوفيتش الشهير بميتشو على عقود تدريبه للزمالك في جلسة مع رئيس نادي الزمالك، وده طبعا في الساعات الأولى من اليوم. وجيت أكيد بيتكلم كمان عن التوانسة سواء فرجان ساسي أو حمدي النقاز، يعني عنده بيتكلم الراجل. أعتقد يعني من وجهة نظري إن هو كان متابع جيد لنادي الزمالك يمكن في الفترة الأخيرة من ساعة ما بدأت المفاوضات من قبل مجلس إدارة نادي الزمالك مع ميتشو، ابتدى يشوفه وابتدى يعرف وعارف قد ايه وعارف مقدر يعني ايه قيمه نادي الزمالك في داخل اكيد مصر. فالراجل جاي وعنده طموح مع نادي الزمالك ومع جماهير نادي الزمالك، فطبعا بنتمنى له اكيد كل التوفيق. قيمه نادي الزمالك اكيد مش بس في مصر، افريقيا، واي مدير فني يتولى الامور الفنيه لنادي الزمالك في موسم هو أنهى الموسم اللي فات كبطل الكونفدرالية، داخل الموسم القادم بيتنافس على لقب دوري أبطال إفريقيا طبعا مع كل الأندية الكبرى في القارة السمراء. الحالة دي أكيد مميزة ومختلفة بشكل كبير جدا، هتكون إن شاء الله كمان لميتشو هنشوف هيقدر يقدم إيه الفترة اللي جاية مع نادي الزمالك، وكل التوفيق أكيد للمدير الفني القادم لنادي الزمالك. نشوف كرة حلوة، نشوف فنيات رائعة، ونشوف منافسة شريفة ممتعة كمان محلية.